يا مساء الخير والسعادة، يا مساء أحلى أحد، وانتم بغلاكم ماكو أحد. مساء الخير نواف. مساء الخير فاطمة، أكيد مساء عليكم بالخير يا أحلى مشاهدين برنامج رايكم شباب. طبعا رجعت لكم من بعد إجازة تي قصيرة، يعطيكم ألف عافية كل اللي سألوا عني، فيعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نتواصل معاكم في برنامج رايكم شباب. واليوم الأحد أكيد في عندنا مواضيع وايد، فخلكم معنا وتابعونا. نعم أكيد، يعني أمس كان عرس ديمقراطي في ديرتنا الغالية الكويت، ونقول ألف ألف مبروك للمرشحين اللي فازوا وصاروا أعضاء في مجلس الأمة 2012. فعلا كان عرس ديمقراطي بمعنى الكلمة، حضور نسائي ورجالي، وحتى يعني ما شاء الله كان في نصيب لمقاعد وكراسي مجلس الأمة للعنصر النسائي عاد من جديد إلى سقف قبة البرلمان. أكيد أمس عرس ديمقراطي كلنا شفناه وتابعناه في كل القنوات، وخاصة قناة الرأي كانت مميزة في هذا التقارير. خلينا نقول طبعا ثلاث نساء الله يحفظهم إن شاء الله يوفقهم، واللي فازوا كلهم طبعا 50 مرشح، يعطيكم العافية ومبروك عليكم الفوز. الحين عاد نبي الإنجاز، نبي على عجلة التنمية مثل ما يقولون تستمر، والشعب الكويتي وكل اللي قالوا بندواتهم خاص نبي يتطبق، وإن شاء الله الله يوفق الجميع ونشوف الكويت إن شاء الله درة الخليج كانت وزالت. نعم أكيد، بالفعل كانت أمس تغطية مميزة لتلفزيون الرأي لهذا العرس الديمقراطي. يعطيكم ألف عافية المذيعين، المعدين، المصورين، وكل من كان له يد وبصمة في هذا الموضوع والنقل المميز لتلفزيون الرأي، وخاصة المخرجين. ما المخرجين أكيد المخرجين والستاف كله كانوا موجودين. نعم. ومبدعين، وطبعا يعطيهم ألف عافية على هذه التغطية. كان يوم طويل وشاق من الصبح لبالليل، وبصراحة أنا أمس شفت مناظر وايد حلوة، شفت الناس الكبار كانوا غازين إبرة السكة ورايحين يبون يرشحون من الصبح، وكان في شباب طبعا لأن أمس كان في يعني مثل ما تقولين عطلة، اللي كان نايم واللي كان بالبار واللي كان بالشاليه، بس أمس كان يعني التصويت وايد حلو، الكل لبى النداء، النداء صاحب السمو أمير البلاد وراحوا صوتوا، والحمد لله هذا المجلس إن شاء الله راح يكون مجلس من المجالس اللي بصراحة إحنا متشوقين لها، وإن شاء الله نشوف عجلة التنمية. أهم شيء عجلة التنمية، ولا تنسون ترى الشباب محتاجين وايد أمور. نعم أكيد محتاجين كثير من الأمور، وما شاء الله دول الخليج في هذه الأيام تعيش فرحة كبيرة. نهنئ كل أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عندهم عيد الاتحاد وهو عيدهم الوطني 51 على ما أعتقد، وطبعا كل عام وكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير، 41 سنة على هذا العيد المجيد بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم 2 ديسمبر قاعدة تشوف وتابع قبل أي تلفزيون، ما شاء الله كان احتفال كبير ومستانسين، كان في تجهيزات من كذا أسبوع لهذا اليوم. أكيد دائما دبي وخاصة خلينا نقول الإمارات كلها، الإمارات العربية المتحدة أكيد بهذا اليوم السعيد إن شاء الله الله يحفظكم، وإن شاء الله يدوم عليكم الأفراح ويدوم على المنطقة العربية والخليجية كلها. 2/12 طبعا هذا اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فالله يحفظهم إن شاء الله ويزيد شاء الله عليهم النعم والأفراح. وطبعا طبعا كلنا نعرف دبي صارت مصدر فخر لكل الدول العربية، والأجواء الاحتفالية اللي عندهم ما شاء الله دائما مميزة، وعندهم تنظيم ما شاء الله جدا عجيب، فيعطيكم ألف عافية والله يوفقكم وفرحنا واحدة. نعم أكيد نقول لكل أشقائنا في الإمارات كل عام وأنتم متحدين. ننطلق الحين في فقراتنا اليوم في رأيكم شباب، أكيد مثل ما عودناكم كل أحد في فقرة الأخبار التكنولوجية مع نواف العيدي، وبالإضافة إلى رياضة جدا مميزة راح نسلط عليها الضوء هي رياضة البولينج. أكيد راح يكون معنا كل اللي يحبون الفاشن والموضة، بس راح تكون موضة عسكم الله الأحذية تقريبا من لايد ماك، راح نشوفها مع بعض ونتابعه ونشوف شنو هذه موضة الأحذية. وبعد راح يكون في عندنا سمع عن رياضة اسمها كونفينشو. كونفينشو سمعتي عنها؟ أنا صراحة أول مرة أسمع عنها. راح نتعرف عليها أكثر إن شاء الله مع برنامج رايكم شباب، فخلكم معنا وتابعونا. الرياضة اسمها مو كونفينشو، كيرو سوفت. لأن هو الاسم أصلاً غريب، بس أكيد رياضة من الرياضات المميزة راح نتعرف عليها أكثر، وشيء حلو أن نعرف رياضات جديدة عندنا وارد رياضات بالكويت، نبي نسلط عليها النظرة خلينا نقول أكثر
ونمارسها. نعم أكيد طرق التواصل معنا من خلال صفحتنا في التويتر @رايكوميس، ومن خلال صفحتنا في الفيسبوك facebook.com/رايكوم، وأيضا أرقام رايكوم شباب ظاهرة أسفل الشاشة. أسفل الشاشة تمشي الأرقام رويدا رويدا، تقدرون تسجلونها وتشاركون معنا كل اللي بخاطركم، تقدرون تقولوا له في برنامج الشباب كل الشباب برنامج رايكوم شباب، واللي تبونه على راس إن شاء الله لبي لكم يا فقرة التكنولوجيا. نبلش يلا نبلش مع التكنولوجيا بلاي مع نواف في فقرة التكنولوجيا. شو مجهز لنا الأسبوع نواف؟ فاطمة من أسبوع لو تلاحظين تكلمت انا معاك عن شركه المنظمه مال التكنولوجيا CEA، قالوا ان التلفزيونات ال4K وال6K وال8K، طبعا هذا اللي قلت لك ان مواصفاتها ما اقدر اوصفها الا لما تشوفينها بالعين. شركه سوني حبت تدش سباق وتسبق الاحداث، لان قالوا ان 2013 راح تدش هالتلفزيونات تكون منتشره عندنا اكثر. شركه سوني اخطفت الاضواء مثل ما يقولون ونزلت هذا التلفزيون، طبعا 85 بوصه هذا التلفزيون، وطبعا هو يشتغل بال4K، يعني احنا قمنا نشوف اعلاناته ببعض القنوات التلفزيونيه، فانا اللي قاعد اشوفه الناس قاعده تطالع، يعني ذاك يوم قاعد اطالع انا وصاحبي قاعد يشوف الاعلان، يقول لي زين نواف شنو المميز؟ قلت له هذا ال4K انا ما اقدر اشرح لك اياه، هم طبعا حاطين بوبلز واشياء تختلف. قال لي هذا 3D، قلت له مو 3D، قلت له هذا 4K، طبعا تشوفون الصوره قدامنا هو طافي التلفزيون بالصوره، بس فاطمه لما يشتغل راح يعطيكم كواليتي ما اقدر اشرحها، بس تخيلوا 1080p هذه اكثر تكنولوجيا موجوده عندنا، تدبلونها اربع مرات يعطيكم ال4K، شيء وايد حلو. مو بس كذي، حبوا سوني يسوون شيء اكشن، فحطوا 10 افلام تشتغل بال4K. خلينا نعطيكم بعض الافلام اللي هي ذا اميزنج سبايدر مان، توتال ريكول، سالت، باد تيشر، ذا كاراتي كيد، باتل لوست انجلوس، وغيرها من الافلام. حلو. طبعا تشترونها راح تكون موجوده في هذه الافلام. حلو صحيح. يعني ما شاء الله حتى اختيارهم للافلام، الافلام اللي لها شعبيه ومشاهده كبيره والناس وايد تحبها، برافو برافو عليهم. حلو هذا التطوير في التكنولوجيا في خدمتنا، وعشان نحس ان الدنيا سهله وحلوه وكل شيء خفيف. اكيد ثانك يو سوني على هذه، خلينا نقول خطف الاضواء، وبصراحه تميزتي يعني تميزت يا بتقنيه ال4K. طبعا هو سعره ترى وايد رخيص، 25000 دولار بس يعني تذكرنا لما نزلت ال 1080p هم كانت تلفزيونات طبعا حجمها وايد كبير وما كانت صغيره نفس ما موجوده الحين، طبعا هو 85 بوصه ترى وايد كبير. نعم. بس ان شاء الله بعد كم سنه راح تنزل ال 4K اشياء اصغر، وان شاء الله الاسعار راح تنزل. طبعا هذا التلفزيون راح يكون حق ناس يعني خلينا نقول اللي يحبون الاشياء النادره، فهذا التلفزيون راح يناسبكم. نعم. هذا خبر، لو عندك تعليق عنه ولا انا ناطره بس شوي يسوون سيل على الموضوع. اجيب لك شهر يا فعليك، اجيب لك الفيديو. انزين كلنا نعرف شركه ابل نزلت طبعًا المساعد الصوتي سيري. حلو. وندري ان سيري طبعا سوتها شركه، جابتها من شركه طبعا كانت حق الناس اللي ما يتكلمون او اللي ما يشوفون، فخذتها ابل وسوتها لها وطورتها وصارت يعني وايد اشياء زينه فيها وكم نستخدمها. نعم. الحين طبعا شركه ابل شافت ان العنصر العربي موجود بالسالفه ونبي نستخدم سيري بالعربي، فحطت اعلان في موقعها الشخصي قالت ان محتاجه واحد يتكلم يتقن اللغه العربيه طبعا الفصحى على اساس يطور سيري وتكون عندهم سيري تتكلم بالعربي. حلو. فتخيلي هذه التكنولوجيا سيري اللي كلنا نحبها راح تتحول بالعربي، بس توقعين يكون عندها اسم ثاني؟ الست سيري ممكن تصير يعني؟ يمكن. او المعلمه سيري ممكن. يعني هذه التكنولوجيا قاعده تمشي معانا، لا ويقول لك بعد 6 شهور راح تكون موجوده. لو نطعن ابل، لو تكلمنا عن نظام الاي او اس، طبعا صار النظام الاول في امريكا الحين، لانه تقريبا من 6 شهور او سنه طافت الاندرويد صعد، انت اندرويديه طبعا. طبعا طبعا صعد من شركه سامسونج. الحين قمنا نرجع لما نزل ايفون 5، فشفنا ان الايفون 5 لما نيا رجعت ابل صعدت وخذت الصداره بالاي او اس 6، طبعا نظام التشغيل للايباد والغيره من السوالف. طبعا خذ 48.1% والاندرويد خذ 46.7%، يعني تنافس قوي ما تنافس بينهم، تنافس وايد قوي. طبعا الاندرويد لو تكلمنا انت شوف المنافسه، انا اشوفها بصراحه معادله. نعم. لان لو قاعد نشوف ان الابل هي شركه، طبعا شركه واحده زين اللي هي اجهزه واحده اللي هي اجهزه الابل. بس لو رحنا حق الاندرويد كم جهاز او كم شركه؟ 5 أو 6 شركات. نعم. اللي هي الجوجل وسوني وسامسونج سامسونج و اتش بي وايد، كل هذه الشركات قاعد تش، حتى الشركات طبعا مو معروفه تنزل تليفونات صينيه خلينا تقول. حلو. تشغل بش اسمه الاندرويد. نعم. فالله يعين ابل قاعده تشتغل يعني المنافسه، يعني انا اشوف القوه عند ابل مو لان هم كذا شركه وقاعد يتعاونون مع بعض علشان يكسرون سوق ابل. عشان واحد وما راح يقدرون يكسرون سوق ابل، لان ابل دائما مميزه. فتخيل انت يكون بيجي الجهاز تملكينه لمدة سنة كاملة وهو يكون رفيق الدرب مثل ما يقولون، جهاز واحد بس سنة كاملة راح يكون معاك ويحافظ على سعره. بس ما تصير معاك نواف إنه من غير سبب يطيح التليفون؟ مع الأسف هذه إذا صارت وطاح وانكسر أنا انقهر. ينكسر ينتهي. بس أنا شفت طبعا مقارنات الفيديوهات بين السامسونج S3 والآيفون 5.
حلو. اللي هو يقول لك شلون الجهاز يتحمل. في ناس يسوونها باليوتيوب تقدرون تشوفونها، مسكوا الايفون ومسكوا السامسونج اس 3 قطه طبعا من مسافه هالكثر مثلا، بعدين قطه مني، بعدين قطه من فوق على من فوق السطح، خلينا نقول فوق السطح، من فوق السطح. الابل طبعا الايفون تحمل وايد، طبعا تزلق انتهى، بس شاشته ما انكسرت. اما السامسونج خلاص اندفن انتهى. انا ما راح اقول عشان ما اسوي دعايه سلبيه عندي تجارب مع طيحات. هو طبعا السامسونج، السامسونج طبعا له جمهوره طبعا، خاصه النوت 2 لما نزل كسر الدنيا، وخاصه الطريقه الجديده. طبعا الحين الشاشه صارت تنقسم شاشتين، انت عندك يمكن تعرفين هذه الميزه. صح، تنقسم شاشتين، تنقسم يعني مثلا فوق يوتيوب، تحت مثلا خلينا نقول الانستغرام، ترفعين صوره بالانستغرام ويزيدون الفولورز ملوتك. الحلو في التكنولوجيا ان لكل جهاز له ميزته والامور اللي إن مثلا انا احب الشغله، احب الشاشه تنقسم نصين، اروح اشتري الجهاز هذا. انا ابي جهاز يكون سريع اروح له، انا ابي جهاز في ميموري كبير علشان يشيل صوري اللي انا وايد احب اصور نفسي. صح، فالاجهزه طبعا الحين كلها صارت ميمورياتها وايد كبيره، تقدرين تحطين لها تي في. بس ما شاء الله كاميرا سامسونج وايد ممتازه، وايد حلوه. اي على اساس بطبل اكثر، بس ان الاجهزه كلها حلوه، تقدرون تختارون اللي تبونه، السوق كبير، تقدر تاخذ اللي تبيه. التكنولوجيا دائما تمشي معانا. وطبعا على طاري الصور، دام يبتي طاري الصور، برنامج الفوتوشوب كلنا نعرفه ونستخدمه. الحين شركه سي اي راح ينزل فوتوشوب الجديد اللي هو اسمه سي اي اس، سي اي اس 6. هذا طبعا الفوتوشوب راح يكون خاص حق شاشات الرتنا، وراح ينزل طبعا بعد كم يوم، قريب جدا، عشان كذي انا جبته. خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع نتكلم عنه على السريع. صراحة يعطيك ألف عافية نواف على ما شاء الله هالأمور هذه اللي قاعد تجيب لنا إياها والأخبار التكنولوجية، علشان أعرف شنو في جديد بالسوق التكنولوجيا ونروح نشري يعني الخسائر معاك يا نواف. لا إن شاء الله هو راح ينزل طبعا في خصم، كل واحد يروح المحلات أو شيء، بس يقول أنا من طرف نواف العيدي وما لك شغل، راح تأخذ الخصم اللي تبيه إن شاء الله. راح يكون موجود 11-12 CS 6 الفوتوشوب ان شاء الله حق شاشات الرتنا. طبعا شاشات الرتنا تتميز بكواليتي وايد عالي وممتاز، بالاضافه لانك راح تقدر تشوف هذه التقنيه نفس ما شفته، تضبط الصور بالفيديوهات، بعض الفيديوهات مو الفيديوهات الكبيره في هذا البرنامج المميز. لا. بس تدري انا لاحظت نواف شغله في موضوع الفوتوشوب، ان الحين اغلب او اكثر الناس قاموا يعرفون يستخدمون هذه البرامج من خلال الموبايلات، يعني صاروا هواة للتصوير واعدل الصوره والاضاءه وكذي، لانه يمكن بالتليفون اسهل واسرع. صح. والامور تكون ابسط من انت تقعد على لابتوب. صح. وفي يمكن امور دقيقه وارقام وكذي. صح. اما بالتليفون مختصر لنا الموضوع، تبي ابيض واسود طقها دقمه، تبي الحمراء حمراء والباك جراوند كله ابيض واسود طقها دقمه. ففعلا خيارات جدا كبيره عندنا. الفوتوشوب طبعا هو مميز، وخلينا نقول مع الاجهزه اللي صارت محموله، طبعا اجهزه الفوتوشوب اللي صارت فيها وايد كثيره. خلينا نقول طبعا لو تكلمنا عن الانستغرام، في وايد برامج انستا فريم وغيرها، بس تحط الصوره وتقدر تحط الفوتوشوب اللي تبيه. فوتوشوب سريع يعني يعطيك الصوره، يعني مثلا تبي الوان نفس ما قالت فاطمه، احمر اصفر اخضر، يعطيك اياها بسرعه. بس لو رحنا حق الفوتوشوب، ترى الفوتوشوب لان طريقته لايرز فاطمه، يعني كل شيء تسوينه لازم ينحفظ باللايرز، فيبي له ناس بروفيشنال. انا حاولت اتعلم ما قدرت وما راح اتعلم، فخليني على اللي الايفون مالي وايد احسن لي. نعم اكيد. شكرا نواف على هذه الاخبار، وناطره انا بعد الاسبوع الجاي شنو عندنا من اخبار جديده في التكنولوجيا. شكرا امجاد عبد الله على التواصل معنا، تقول احب اهني الشعب الاماراتي والاسره المالكه بعيدهم 41، والله يديم اعيادهم ان شاء الله وما فاهمي الخجل. تقول سعوديه لكن شعوري اليوم اماراتي، كل عام والامارات وحكومه الامارات بالف خير. فاصل من بعدها راح نواصل مع فقراتنا في رأيكم شباب. متى
متواصلين معاكم مشاهدينا في برنامج رايكم شباب حلقه الاحد. مثل ما انتم عارفين برنامج رايكم شباب دائما يجيب لكم الاشياء الابديت بكل شيء، خلينا نقول. فاللي يحبون الموضه دائما دش علينا لسته. اللي يحبون الموضه وخاصه خلينا نقول ان موضه الاحذيه عسكم الله، كاميرا رايكم شباب كانت في لاند مارك وراح تجيب لكم هذه التشكيله من الاحذيه. نعم. شوفوا لكل مشاهدين تلفزيون الرأي اللي تعودتوا على تقديم كل ما هو مميز وجديد ومفيد. عشان كذي أنا متواجد في مجمع الأفنيوز للاندمارك جروبس اللي مسوين جولة تعريفية للميديا والإعلام من أجل تعريفهم بأربع ماركات جديدة ادخلت إلى السوق. هذه الماركات متمثلة في الحقائب والأحذية هاي كواليتي، أشياء جدا مميزة. وراح تكون ختام الجولة في مطعم كارلوتشو اللي راح يقدم أشهى وأحلى المأكولات. ما بأطول أكثر من كذي بالكلام، شوفوا التفاصيل من خلال هذا الريبورتاج. Landmark Group, you know, has been operating in Kuwait for a pretty long time. From 1996, we have been in this country. We started off as a landmark store in Al Rai, and slowly today, we have our presence all over this state of Kuwait in the form of Centerpoint, New Look, Max, Home Center. Currently, we have started bringing in our bouquet of international brands, which we hold. And in this international bouquet of brands, we have we brought in this definitely footwear and accessories in the form of Dumont. I think you all have, Dumont is a brand from Brazil which sells mostly ladies footwear and accessories. We have gone into Carpisa, which we have brought in from Italy. Carpisa is a bag for women's bags and other accessories. Then we have Pabloski, which is a children's shoe brand. It is a premium children's shoe brand from Spain. And then we have the Steve Madden, which I think most of you would have seen in a lot of other countries in this region. And Steve Madden is from the US. مقدمة الإيفنت الخاص بلاند مارك لليوم الإعلامية الفنانة سماح غندور، حياك الله معنا من خلال الرأي. يا هلا فيك صالح، يا هلا بالراي وهلا كل المشاهدين. فيش طبعا احنا نستانس لما نشوف سماح متواجده في هذه الايفنتات، فبنعرف اليوم شو اللي خلاك ان انت تقدمين الايفنت الخاص بلاند مارك. انت تدري ان صالح ان طبيعه شغلي ان اقدم ايفنتس وكذي وبرامج تلفزيونيه، فاليوم اللاند مارك جروب عندهم افتتاح اربع محلات جديده في الجراند افنيوز، وعندهم افتتاح، مو افتتاح، عندهم بعد يبون يتكلمون عن محل اوريدي كان مفتتح بالفيس 2، فاختاروني انا ان اقدم لهم الايفنت واعرف الناس الموجودين. صحافه طبعا، تقريبا 65 شخص من صحافه وتلفزيون، يعني اليوم الافتتاح الاعلامي. والحين راح يكون معنا لقاء مع مدير التسويق الماركتنج مانجر الاستاذ علي حسين. مستر علي حسين، ويلكم ان راي تي في. ثانك يو فيري ماتش، ثانكس فور هافينج مي. تيل اس اباوت تودايز ايفنت. ويل توداي هاز بين ا فيري سبيشال داي فور اس. وي هاف اوبن فور نيو براندز ات دي فيس 3 افنيوز. ون اوف ذم از دوموند ويتش از ا برازيليان براند. وي هاف جوت ستيف مادن ويتش از ان امريكان براند.
We have Pebloski, which has come all the way from Spain, and we have Carpizza, which is an Italian brand. All these international brands are coming to Kuwait for the first time, and we have launched it at the avenues. Okay. What makes your brand different from others? Well, we are competing with the fashion side, and all these are footwear and handbags and accessories brand, and we have to be updated in the market with the season. Currently, you have the autumn winter collection, which has got long boots and fur jackets and all that stuff. We have good pricing, we offer good price, we cater to the mid segment and the high segment in the market, and that's what is different about us. We always have newness in our product. يعطيك ألف عافية صالح. ومن لاند مارك إلى رياضة البولينج، من نطري البولينج نتذكر الترفيه والمتعة والفرح، لكن الكثيرين ما يدرون أن رياضة البولينج هي رياضة احترافية وفي بطولات وفي منتخب خاص لهذه الرياضة في الكويت. راح نتعرف على أهمية رياضة البولينج مع أصيل الرومي، لاعب في منتخب الكويت للبولينج. حياك الله أصيل، في رأيكم شباب؟ الله يحييك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. لعبة البولينج لعبة بلها تركيز وذكاء وبلها أعصاب. ولعبة البولينج هي طبعاً الحارة مساحة 60 قدم، وممشى اللاعب هو 12 قدم، والحارة آخر الحارة طبعاً فيها 10 سلجونات، واللي يطيح أكثر سلجونات طبعاً هو اللي يعتبر الفائز. وكل ما اللاعب يقطع ينحسب للسكور على الكمبيوتر، واللي يطيح اكثر عدد من السلجونات طبعا هو الفائز. حلو، يعني ما شاء الله اصيل عطتنا تعريف يعني علمي لرياضه البولينج. ابي اعرف يعني فضول شخصي، انت بلشت كهاوي ولا بلشت لا كرياضه وفي احتراف؟ انا بلشت طبعا لان ابوي كان يلعب بولينج الله يحفظه، واخواني يلعبون بولينج، فعلى طول يعني دشيت في لعبة البولينج مرة واحدة وحبيتها، ويعني كملت مسيرتي في البولينج، دشيت بطولات والحمد لله وصلت للي أنا فيه الحين. حلو، يعطيك العافية. أكيد أصيل أنت ما شاء الله دشيت وسرت بالموضوع مثل ما يعني يقولون. لو تكلمنا عن لعبة البولينج بالكويت، طبعا احنا عندنا بالرياضات كلها في أكثر من ضيفين لنا، أو حتى احنا نعرف من برا أن الرياضة عندنا شوية مظلومة بالكويت، أو مو معطينها حقها مثل ما هي المفروض تأخذ حقها. كرياضة البولينج، مستواكم، منشآتكم، طرقكم، شنو اللي شايفه؟ أنا اللي شايف أن الحمد لله يعني الكويت يعني مستواه وايد زين على الخليج، على آسيا، على العرب. طبعاً أن الشيخ طال محمد الصباح ما قصر معانا طبعاً، بتوفر لنا كل شيء ويسفرنا بطولات يعني برا الكويت، ولعبنا بطولات بالكويت وما قصر معانا، بس أن تكون في يمكن بطولات إحنا منا ما نقدر نروحها عشان طلاب مثلاً ولا الدراسة. هذا يعني الأثر الوحيد اللي بس إن إحنا ما ندش فيها بطولات. نعم، يعني منو فينا ما لعب بولينج؟ يعني مو كاحتراف، كوناسة وتسلية وترفيه. أنا وايد أعشق لعب البولينج خاصة لما أروح الخيران. فدايما أشوف إن الكرة لها أوزان وأحجام. فكلمنا عن أحجام كرة البولينج وعلى أي أساس يتم تقسيمها. في يعني لاعبين مثلاً ولا الغير لاعبين اللي يلعبون على كلام التسليه، نعم. عادي يعني كل واحد يشيل كره، بس لما مثلا بيت واحد صغير بيشيل كره 15 ما راح يقدر طبعا. اي فمسوين الكور احجام. انا اخذ اخف وحده. اي خفيفه هذه، بس هذه المشكله، المشكله انه لما توسع السلجونات ما تطيح مثل ما الكره اللي اثقل منها تطيح. نعم. السلجونات. هذا هو الفرق. إذن كونك لاعب بولينج ودشيت بطولات وما شاء الله في هذه الإنجازات احنا قاعد نشوفها لأن نفتخر فيها أكيد، يعطيكم العافية عليها. خلينا نتكلم عن أسس لاعب البولينج. أكيد نسمع في مهارات أو سكيلز بلاعب الكرة، أكيد أنتم عندكم مهارات خاصة تنافسون فيها أو المدرب نفسه يعلمك عليها، مثلا لفة الكرة، قطة الكرة، إذا في واحدة واقفة شلون تلف وتطقها، فكلمنا عن هذه الأمور. طبعا اول شيء اهم شيء بالبولينج هي الخطوات، خطوات اللاعب. في طبعا في كذا لاعب، في اربع خطوات، في لاعب يمشي خمس خطوات، في لاعب ست خطوات اللي قبل لا يقط الكره على ممشى المسار ال 12 قدم. قبل لا يقط الكره بالحاره في خطوات، وفي طبعا على طريقتك شلون ترفع الكره، شلون تنزل الكره، طريقه دورانك حق الكره،
وطبعا في كور مختلفه وكل كره لها ميزه خاصه. يعني مثلا لما يقفل لك صالوجون واحد تغير كره تلعب الكره الثانيه عشان والله هذه الكره ما تلف تروح على الصالوجون نفسه. حلو. يعني بصراحه يعطيك الف عافيه، واحنا قاعد نشوف انجازات كبيره اكيد راح نتكلم عنها بشكل تفصيل، وميداليات ذهبيه قبلنا في استديو رايكم شباب. اكيد مستمرين معاك ومستمرين معاكم مشاهدينا. لعبة البونج راح نتعرف عليها أكثر، بس خلونا ناخذ هذا الفاصل ونواصل. بعد الفاصل رجعنا لكل أحباب رايكم شباب، ورجعنا نسلط الضوء على رياضة البولينج، الرياضة اللي لها تاريخ كبير وقديمة جدا جدا، اللي رجعنا لتاريخها، هي موجودة من حضارة الفراعنة لين تطورت، واللي طوروها في إنجلترا في القرن الحادي عشر لين وصلت بشكلها الجديد، وتشكل أول اتحاد للبولينج في أمريكا عام 1859. نعم. شلون كانوا يلعبونها الفراعنة؟ ما أدري، كانت بشكل مختلف، لأن أساساً لو تشوف إن تكنيكها لو بسطنا ممكن إن يعني بذاك الوقت بالأحجار والخشب، خاصة أتوقع إن في مواد يمكن خشب صخر. لهم اكيد تكنيك خاص فيهم. يعني قاعد اتخيل كذي يسوون على قولتهم اصنام كذي ويطيحونهم ويطقونهم كذي، قاعد اتخيل. نعم. اصيل، اذا بنتكلم عن انجازاتك في المنتخب الكويتي للبولينج كلمنا عنها. انا طبعا حصلت على انجازات بالكويت داخليه طبعا في المراكز الاولى والثانيه والثالث. تصير طبعا بطوله بين كل شهر وشهر. طبعا البطولات اللي حصلتها من في بطولة الكويت المفتوحة في عام 2010 على الشباب، وخذت بطولة الاتحاد اللي كانوا على الشباب هم حققت فيها المركز الأول، وخذت الحمد لله ذهبيتين في بطولة الخليج اللي صارت بالسعودية بالخبر، وبطولة آسيا خذت فيها فضية كانت بإندونيسيا في 2012 هالسنة، وبطولة عربية خذت فيها ميداليتين ذهبيتين وفضية اللي صارت بالكويت. اكيد يعطيكم العافيه، انجازات هذه نفتخر فيها اكيد. وطبعا تتعبون وتجيبون هذه الانجازات، وطبعا يعني برنامج رايكم شباب المكان الداعم اكيد حق هذه المواهب. لو تكلمت معاك عن وزن الكره، مستر فاطمه قالت انا امسك كره مثلا يكون وزنها خفيف لانها بنيه. لو الحين رحنا مثلا الحين انا شاب ابي اشيل كره ثقيله، بس لو قلت الحين مثلا شيل وحده 16 كيلو، اقوى شيء 16 كيلو صح؟ لو اشيل 16 كيلو او اشيل 5 كيلو، شنو اللي تفيدني انا كلاعب؟ تفيدك ان تطيح لك الصالوجونات، لما تشيل مثلا 16 كره وزنها 16 تطيح الصالوجونات، اما لما تشيل كره وزنها 6 تلعب وتطقها نفس ما طقيت كره 16 يمكن ما تطيح لك كثر ما كره 16 تطيح لك الصالوجونات. شنو ممكن يسوي اللاعب خاصه مثلا كهاوي وبادئ في احترافه البسيط في لعبه البولينج، شنو الخطوات اللي انا اسويها علشان اقدر اوصل لمرحله ان اشيل كره وزنها اكبر؟ في طبعا ان اول شيء بدايه اللاعب مستحيل ان اللاعب يبلش كره وزنها 16 ولا 15 على طول. انا بدايتي كانت كره وزنها 8، طبعا تطورت صرت العب 9 10 11 لما وصلت ل 15 ان شاء الله، وهذا انا مرتاح فيه ان كره وزنها 15 طبعا، بس مو ان على طول لازم ان كره ولا كره، يعني 8 بعدين 9، انما مع اثقال الكور انت مع الايام راح تشيل كره اثقل. حلو. انا طبعا انا شلت أوزان ثقيلة طبعا لأن أنا ما ألعب نفسك هاوي، يعني محترف أنا هاوي وقاعد ألعب بس على أساس ألعب مع الشباب، بس شلت أوزان ثقيلة. الحين بتكلم أنا الحين فيني مثلا ديسك مثلا برقبتي أشيل وحذف، فهل في طريقة معينة الواحد يحذف فيها يتفادى فيها الإصابة كونك هاوي أو كونك محترف؟ شنو هي القطة المناسبة خلينا نقول؟ يعني هو لازم القط قبل ما تلعب لعبة البولينج لازم طبعا في تمارين تسخن ايدك تسخن جسمك عشان ما تروح مثلا تشيل كره ثقيله وتقطها وتتعور ولا تحوشك اصابه ولا شيء. وطبعا في خط الفاول الكل طبعا يعرفه، الكل اللي طوفه هذا الخط، هذا اذا طفته شنو ممكن يصير؟ طفته في زيت على الملعب، ممكن ان اللاعب يحوش الزيت ويطيح ويتعور. يا ما طحنا في وايد ناس طاحوا. انا اقول لك انا اول ايام عادي كنت امسك كره كذي واحده في يا ما طحت، هذه بدايه طبعا صارت، بعدين تعلمت مع التدريب وهذا فهمت اللعبه بعد.
نعم يعني حتى لو أنا رايحة يعني بلعب بولينج من باب التسلية لازم أسخن حفاظا على سلامتي. أحسن. أحسن. إذا في كثير من البنات وشباب الحين قاعد يتابعونا وحابين ينضمون لمنتخب الكويت للبولينج ويصيرون محترفين من كثر ما يعشقون لعبة البولينج، شنو الطريقة؟ أنت شلون أصيل؟ قول لنا عن قصتك، شلون انضميت للمنتخب؟ أنا قصتي إن كنت قاعد ألعب في بطولة داخلية كانت بالكويت وكان فيها لاعبين من لاعبين المنتخب قاعد يلعبون، طبعاً نافستهم ولعبت وياهم في البطولة والمدرب مال المنتخب كان موجود. كلمني ان انت ليش ما تيجي تتمرن لعبك انه ماشي زين وكذي، شلون تعلمت البولينج؟ قلت له والله انت ابوي كان يلعب بولينج وشويه دربني وعلمني اساسيات البولينج، فدخلت مع المنتخب وطوروني في لعبه البولينج خلوني ان افضل مما انا كنت باللعبه. حلو زين، لعبه البولينج لو تقعد تفكر فيها ما شاء الله عليك، خلينا نقول وراثه من الوالد خذيتها، بس الحين شنو اهم مميزات لاعب البولينج اللي تكون فيه اللي يصيده الكابتن يقول لا هذا لاعب بولينج؟ مثلا لاعب الكره لو رحنا طبعا لان اكثر شعبيه لعبه الكره، يشوفون مثلا لاعب من طفولته 5 سنين 6 سنين، شوف ميسي لما يابوه يمكن 4 سنوات يابوه، زين شافوا انه بالمستقبل راح يكون في عنده مهاره، لان بعض المهارات اللي سواها كناسب عمره 4 سنوات 5 سنوات. لاعب البولينج شلون يعرفون انه هذا اللاعب راح يكون في منه انجازات؟ يعرفونه طبعا من اقول لك الخطوات، هي اهم شيء بالبولينج، وفي حذفه الكره، في حذفة الكرة يعني في ناس بس يمسكون يحذفون ما فيها يعني تكرار نفس الطقة، ما فيها تكرار. أهم شيء بالبولينج هو التكرار، أنك تكرر نفس الطقة، تلعب الطقة نفس الطقة اللي وراها، أنك إذا ما في تكرار ما في، ما راح تطيح نفس عدد السولجانات اللي طيحهم واحد. بس التكرار حلو. بس التكرار مثلا الحين قطيت القطة الأولى طيحت السولجانات اللي على اليمين، إذا كررت الطقة ممكن راح أقط نفس اليمين ما راح. بس أنت لازم تلعب على البنات يعني السولجانات اللي بالنص عشان تطيح كثر ما تقدر سولجانات يكونون بالمركز يعني بالمركز يعني بين البن الاول واليم الثاني. حلو، اذا بنتكلم عن الانديه في الكويت، انديه رياضه البولينج، ليش ما نسمع عن انديه خاصه في هذه اللعبه؟ دائما نسمع منتخب الكويت للبولينج. لان بالكويت ما في انديه للبولينج، فيها بس منتخب البولينج وان شاء الله راح يبطلون صاله ان شاء الله جديده، راح تفتح باب المجال للتسجيل حق البولينج ان شاء الله في السالميه، طبعا راح تكون الصاله ان شاء الله، اتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. حلو، طبعا راح يكون كومبلكس كبير طبعا موجود بالسالميه قاعد ينبنى الحين، وان شاء الله يخلص على اساس المواهب ما تروح هباء منثوره مثل ما يقولون، ويكون في بطولات ودعم لكم والله يوفقكم ان شاء الله. طبعا كل رياضه بالكويت خاصه فيها خلينا نقول صعوبات، فشنو صعوباتكم؟ صعوباتنا احنا طبعا ما في وايد صعوبات باللعبه البولينج، الحمد لله الشيخ طلال موفر لنا كل شيء وهم كان يسفرنا، بس الصعوبات الوحيده اللي نلقاها بالبولينج هو التحدي، لان لعبه البولينج يبي لها تلعب لاخر شوط وما تدري منو بيفوز منو بيخسر. هذه الصعوبات الوحيده، ان تشوفها ويا اللاعبين الثانيين اللي وياك على الملعب. حلو، إذا بنتكلم عن العنصر النسائي في لعبة ورياضة البولينج في الكويت، هل في إقبال من اللاعبات الكويتيات؟ في لاعبات كويتيات محترفات في المنتخب؟ في لاعبات كويتيات محترفات يتمرنون في كوزمو. حلو، ويعني شاركوا بطولات، يلعبون بطولات. ينافسونكم كشباب؟ بعض يعني في ينافسون وبعضهم يعني ما ينافسون، بس إن البولينج عادي أي أحد إنه ممكن ينافس الثاني في لعبة البولينج، لأن هي ما راح يكون فيها نفس مثلا نفس السباحة ونفس الكرة ونفس السلة، ما في تواجه. بس منو الأقوى أنت تحس في رياضة البولينج، البنات ولا الشباب؟ حققنا إنجازات أكثر الشباب. الشباب. لا البنات جاي لكم بالطريق، ما لك شغل. هي قطة، هي قطة يعني ما لها شغل من اللي قط، بس هي بالنهاية قطة، وطبعا البنات لازم كل الرياضات يكونوا موجودين معنا، فالله يعينك على البنات والعنصر النسائي، بشكلها فاطمة راح تدش بطولة. أنحبسكم. إنزين حبيبي أصيل، شنو طموحاتك وإنجازاتك إن شاء الله اللي تشوفها بالمستقبل؟ ان شاء الله اتمنى ان ازيد انجازاتي وان شاء الله ارفع راس الكويت وحق يعني انجازات برا، وان اشارك في بطوله العالم واحقق مركز ان شاء الله. نعم اكيد نتمنى لك التوفيق في هذا المجال، ونتمنى توصل للطموح اللي تبيه وان شاء الله اكثر. شنو الاخطاء الشائعه اللي قاعد تشوفها في لعبه البولينج لما تروح صاله البولينج وتشوف الناس قاعد يلعبون هذه اللعبه؟ في يعني رحت صالات بولينج وايد مثلا اللي ب 360، نعم. اشوف ناس يمسكون كورتين ويحذفون، هذول 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 ما في، ان ممنوع هذا بلعبه البولينج اكيد. في ناس يتعدون الخط يروحون مثلا ربع الملعب ويحذفون،
هذا غلط وخطر، لأن طبعًا على الملعب فيه تزييت، في ناس يطيحون من التزييت يعني يزلقون ويتعورون وتحوشهم إصابة منها. نعم أكيد. يعطيك ألف عافية، شرفت ونورت. بس بقول لك شيء على التي قرقع فيني. شو يكون موقفك لو أنت قاعد تلعب بطولة هذه وايد صارت فينا، طقيت يعني على قولتهم آخر طق لك، طاحوا كلهم بس بقت واحدة بالزاوية، شنو يكون موقفك؟ يعني شوف هذه اللي ممكن الصولجان مثل ما يقول هذا يا يربحك يا يخسرك، شو يكون موقفك فيه؟ صارت فيني في بطولة أهم داخلية، كان يبيلي لازم أطيحهم كلهم، وهم وقف لي الصولجان واحد طقيته وقف لي هالصولجان، طبعاً تنرفست بل ما أقدر أسوي شيء، قدر الله ما شاء فعل. صح. هذا اللي انا كاتبه، طبعا ما توفقت فيها البطوله. نعم. بس ما اقدر اقول الحمد لله ان لعبت زين، بس ان لعبوا احسن مني وتوفقوا. اصلا انت تضايقت ان ظلت وحده، انا لو اطق وتظل وحده استانس من انجاز بالنسبه لي. شوف العمليه شو العكسيه. اكيد كل الشكر لك لاعب منتخب الكويت للبولينج اصيل الرومي، يعطيك الف عافيه وان شاء الله انجازاتك اكثر ورفعت راس الديره، فيعطيك الف عافيه حبيبي. نعم اكيد يعطيك الف عافيه اصيل الرومي، لاعب في منتخب الكويت للبولينج. متواصلين معكم في فقراتنا من بعد هذا الفاصل. عدنا إليكم من بعد الفاصل، طبعا نستكمل برنامج رأيكم شباب في السيجمنت الأخير، فمحضرين لكم وايد أشياء، عندنا تقرير عن الرياضة، رياضة الكيروسوفت راح نشوفها بعد شوي، بس في وقت ما تبتقرأ بعض الكومنتات. أكيد نقرأ كومنتات كل أصدقائنا اللي قاعد يتواصلون معنا من خلال صفحتنا في التويتر وفي الفيسبوك. محمد يقول كل عام وأهل الإمارات بخير، وأيضا حسين شكري يقول فديت الكويت وشعبها، وأيضا يعني وصل تحيته لأهله في البحرين، وأيضا عندنا صديقة في الفيسبوك تقول مرحبا أنا شهد من الأردن وهنيكم على العرس الانتخابي، شكرا لك ولكل أهلنا في المملكة الأردنية. وخلود الأحمد تقول مشتاقين لأحمد، إن شاء الله باكر راح يكون في الحلقة، وبراء الطفولة أحب أسلم عليكم كلكم وأشكركم على الإبداع المتواصل، وأحب أهني شعب الإمارات وكل عام وهم بصحة وسلامة. وأيضا شكر لكل أصدقائنا اللي دائما يتواصلون معنا من خلال صفحاتنا في التويتر والفيسبوك. أكيد تويتر فيسبوك اتصالات إيميل، يعطيكم ألف عافية على هذا التواصل، بتواصلكم أكيد إحنا نتواصل ونقدم لكم كل ما هو مميز ومفيد. فرياضة الكيروسوفت تعتبر من الرياضات اللي بصراحة أنا بعرف عنها أكثر، فخلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع نتكلم. رياضة الكروسفيت، ودائما يتواجد معنا الكابتن المتميز يوسف البخصمي، ورياضة الكروسفيت الرياضية اللي تواجد في برنامج رايكم شباب، لكن احنا متواجدين اليوم في قلب الحدث والنادي الرياضي الخاص بهم والتمرينات، راح اتكلم اكثر مع الكابتن يوسف البخصمي. حياك الله من جديد. هلا فيكم. هلا والله. بالبدايه كلمنا عن رياضة الكروسفيت وعن هالتمارين المميزة من بين الرياضات. طبعا رياضة الكروسفيت هي تختلف عن رياضة اللي تشوفها بمعاهد صحية ثانية، هي رياضة تعتمد على القوة البدنية، قوة تحمل واللياقة البدنية. هو علم يختلف عن اللي تشوفونه بالمعاهد الصحية الثانية. هي رياضة تجمع عدة رياضات تحت إطار واحد، اللي مثل ما نشايف اللي هي رفع الأثقال، تكانيك مثل الجمباز، الرينج دبس. الرياضة تعتمد على تمارين الوظيفية اللي تستخدمها بالحياة اليومية مثل الشيل، الحذف أو السحب. ما نعتمد على جزء، نعتمد على تمارين اللي تستخدم فيها جسمنا والبارات والأوزان الحرة. أهمية هذه التمارين بالنسبة للتمارين اللي تعود عليها في النوادي الصحية وشو تختلف عنها؟ طبعاً هذه الرياضة تدعم الرياضات الثانية مثل كرة القدم، مثل الفنون القتالية، تعد هي كأنها المظلة للرياضات الثانية من تطوير اللياقة البدنية عندهم، قوة تحمل جداً ممتازة للتخسيس وتنزيل الوزن وشد الجسم، زيادة قوة العصب عندهم، وتستخدم هذه الرياضة حالياً بتمارين جيش القوات الخاصة اللي موجودة بأوروبا وأمريكا. سمعنا في دخول البنات في مثل رياضة الكروسفيت كبداية انطلاقة الفكرة، هل صحيح إقبال الفتيات في هذه الرياضة؟ نعم، إحنا اللي يختلف عندنا طبعاً بهالصالة هذه هي صالة غير تجارية، إحنا قاعد نحاول نأسس فريق كويتي لرياضة الكروسفيت،
حاليا عندنا فريق رجالي وفريق نسائي اللي هو منضم لرياضة الكروسفيت. تكلمنا عن الإنجازات اللي قدمتوها كمنتخب الكويتي والكروسفيت كيو 8 والإنجازات اللي دائما تبدعون فيها بالخارج او بالكويت. طبعا كروسفيت كيو 8 هو الفريق الكويتي اللي قاعد يمثل الكويت برا. اخر بطولة احنا شاركنا فيها كفريق نسائي ورجالي مع بعض بدبي. عدة تمارين اخذنا فيها الاول والثاني والثالث صارت في دبي. البطولات اللي قبلها انا شاركت فيها مثلت فيها الكويت من بطولة العالم، البطولات اللي صارت في دبي تحت كورفت كور كروسفيت، وبطولة الثانية اللي صارت بيرن روم، وبطولة العالم اللي صارت قبل تقريبا 9 أشهر، وان شاء الله قاعد نحضر حق بطولتين جايين باسم الكويت فريق الرجال والنساء. بالنسبة للشروط اللي لابد ان تكون متوفرة في رياضة الكروسفيت، هل في شروط معينة لدخول اللاعب كعضو في هذا النادي؟ طبعا في شباب عبالهم لازم يكون عندهم لياقه بدنيه عاليه قبل ما يدخلون، الاغلبيه تبلش من الصفر وتحت اشراف ستاف كواليفايد ترينرز عندنا هني، فراح يكون في مقابله شخصيه اعرف من خلالها التارجت مال اللاعبين اللي حابين يشتركون شنو متطلباتهم على اساس ان انا اقدر اساعدهم. غير كذي احنا عندنا الاعمار من 14 سنه لشخص عمره 45 سنه، فماكو شروط اكثر من هذه. شكرا للكابتن يوسف البخصومي على رياضه الكروسفيت ودائما هذا المجهود، ان شاء الله اشوفكم في اعلى المراتب والمراتب. رياضة الكرة السوفت، يعطيك ألف عافية زميل أحمد ما الله على هذا التقرير. طبعا رياضة نفس ما تابعنا مع الكابتن قال أن هذه الرياضة يستخدمونها القوات الخاصة، وخاصة خلينا نقول تعطيك جو جسم وايد حلو، تضعف الجسم وتشد الجسم، تعطيك طاقة في العقل السليم في الجسم السليم. نعم أكيد. ننتقل الحين من رياضة الكيروسوفت إلى بريطانيا وخبر عن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون. هذا الخبر اللي يقول أنه راح ينتقلون هذول الثنائي اللي أبهر طبعاً العالم في العرس الأسطوري اللي سووه وبعد عام من زواجهم الناجح. الحين كيت ميدلتون حامل، فعلشان كذي قرروا أن ينتقلون من الشقة اللي قاعدين فيها أو المنزل عفوا اللي ساكنين فيه بجزيرة إنجليسيس في بريطانيا، راح ينتقلون من هذا المنزل لشقة كبيرة في قصور، أحد القصور في بريطانيا. وهذا هذه الشقة اللي في القصر فيها 20 غرفة يا نواف. يعني مو شقة عادية، هذه شقة، شقة فيها 20 غرفة، هذا لو بيت هذه فريد هذه. وتكلفة تجديد هذه الشقة كلفتهم 1.5 مليون دولار بس. انزين لو تكلمنا عن كيت ميدلتون واكيد الامير، لو نشوف ترى عرسهم طبعا سوى ضجة إعلامية والعالم كله تابعه وشافه هنا عندنا بالكويت، قاموا يدعون والله يوفقك وإذا طلقتيه ويلك وما شنو، فالكل قام يتكلم. فطبعا هو ثنائي كان وايد مميز وايد حلو وياب الفرحة حق خلينا نقول العالم كله، لأن بالنهاية يعني بعيد عن السياسة وبعيد عن الدين ترى كلنا بشر ونحتاج الفرحة بحياتنا. من فترة في بعض المجلات كانوا قاعدين يتكلمون، تكلموا عن ان الباباراتزي وايد اذوها وقاموا يصورونها وايد، يمكن سمعتي هذا الخبر؟ اي طبعا، يعني الباباراتزي دائما يكونون موجودين في مع الشخصيات المهمه واللي دائما يكون الجمهور وكل المجتمعات ناطره صورها واخبارها اول باول، علشان كذي هم هروبا من الباباراتزي وحفاظا على امن وسلامتهم هم الاثنين وطفلهم اللي ناطرين ان شاء الله راح تولد في 2013 راحوا هذا القصر لانه في سيفتي. لما كانوا قاعدين في منزلهم اللي في الجزيرة سيفتي ما كان مضبوط 100% بالقصر، في حراس وفي أمور السيفتي تكون موجودة 100% علشان كذي حفاظا على سلامتهم وسلامة الطفل انتقلوا إلى هذا أكيد القصر. لو يعني الباباراتزي 20 غرفة عندهم، يعني وين بيقدرون يصيدونهم؟ ما راح يصيدون، متوقع في عندهم سرداب بعد فوق هذا كله، الباباراتزي ما راح يقدرون يصيدونهم. طبعا بأذينا حتى انا باباراتزي، مو بس هم يعني، حتى احنا عندنا باباراتزي بالكويت، بس باباراتزينا مو نفس باباراتزيهم. لا انا شفت باباراتزي بالكويت لما نيت كيم كارداشيان يعني في الويكند اللي طاف، وشلون الناس كانوا يلاحقونها كل مكان، وشفت فيديو منزلته كيم في يعني في الكيك، موقع الكيك لها بالبروفايل مالها منزله فيديو بنات لاحقينها ومستانسين ويغنوا لها وهي بعد حابه. كانت زيارة موفقة بصراحة، كل الجمهور كان ناطرها. وطبعا اليوم استمتعنا أنا ونواف في فقرات رايكم شباب، ونتمنى أكيد أن أنتم
تستمتعون معنا دائما في فقراتنا. نشوفكم باكر، في رايكم شباب، مع السلامه. مع السلامه.